اسمي لميس مروان الشلبي من مدرسة العدوية. الامتحان كان اجمالا سهل بس في يعني كم شغلة صعب، بس هو اجمالا يعني سهل نوعا ما. محمد خالد، مدرسة فاضلية، ذكور فاضلية. كان علينا اليوم امتحان فيزياء، الحمد لله يعني كان يعني مستوى متوسط، مش يعني هالمستوى يعني اللي يعني مراعي للطلاب. اليوم قدمنا امتحان فيزياء، يعني الحمد لله امتحان وسط، يعني لا سهل ولا صعب، يعني بالدوائر كان فيه شوية شغلات بس عدت، بس اجمالا احنا توقعنا يجي اصعب من هيك، يعني لانه السنة الماضية كان الاسئلة كتير سهلة، فالحمد لله ان شاء الله توفيق للجميع. بلال غالب ابو هاني من دنابة، بكينا احنا بندرس الفاضلية، اليوم بكى علينا امتحان فيزياء. طبعا الامتحان كان مراعي للطلاب، في اسئلة صعبة متوسطة، يعني امتحان شامل، في زبطنا والحمد لله تمام. الحمد لله مناح وشاملات لكل الكتاب، يعني من كل وحده في سؤال تقريبا او سؤالين. كان الامتحان اليوم منيح يعني نسبيا. طبعا احنا بنطلب طبعا طالب التربيه والجميع انهم يراعونا طبعا بالتصليح. الامتحان اليوم كان جيد جدا يعني تقديره، بس طبعا في بعض الاشياء طبعا انا بحكي لك، مثلا في عندك علل، في كثير اشكاليه عليها عند الطلاب، فيعني يا ريت تراعونا بالتصليح. اسمي ديانا اليحيى من مدرسة العدوية. اليوم قدمنا امتحان فيزياء، كان سهل يعني الحمد لله، أسهل من السنوات السابقة ومن التجربة بكتير. الحمد لله امتحان منيح، سهل تقريبا يعني نسبيا سهل، في شغلات أجين سهلات فشلت أجين صعبات، يعني ما أكثر شيء يعني اللي كان علل كان يعني مش واضحات كثير، وفي سؤال يعني بشكل عام تقريبا منيح سهل الامتحان. اليوم قدمنا امتحان فيزياء، امتحان الفيزياء كان اسهل من اسئله المدرسه، يعني الحمد لله كويس، الله يوفق الجميع يعني وان شاء الله خير. الحمد لله الامتحان كان منيح يعني سهل، ما صعبهوش علينا، كان بسيط يعني. مرغد اياد خريشة، مدرسه العدويه. امتحان اليوم كان فيزياء، يعني هو فيك تقول صعب وسهل بس طويل شوي. اسمي نور سعيد عيد جبر، مدرسه العدويه الثانويه للبنات الفرع العلمي. كان اليوم علينا امتحان فيزياء، كان امتحان يعني سهل ومبرع المستويات، والحمد لله وفقنا كلنا. كان الامتحان والله سهل بس ضع دائرة فيه مشكلة، وعلى الأخيرة بكت مش واضحة. الأسئلة كانت شاملة لجميع المنهاج. شاملة جميع المنهاج ومركزين على الوحدة الرابعة. رغد نجار من مدرسة العدوية، كان عندنا امتحان فيزياء، الحمد لله كان الامتحان كتير سهل، أنا كنت أكل همه من أول الامتحانات، أنا في أعتبر حالي اليوم خلصت امتحانات. اسمي شهد صالح، اليوم قدمنا امتحان فيزياء، الحمد لله كانت الأسئلة واضحة والامتحان تقريبا سهل. الحمد لله يعني هم راعوا الظروف اللي مرينا فيها من إضرابات وظروف سياسية، إن شاء الله الامتحانات الجاية تكون سهلة زي هيك، ونتمنى منهم إنهم يكونوا الامتحان الكيمياء والرياضيات سهلوا زي الفيزياء، وإن شاء الله نجيب علامات عالية. الامتحان كان دقيق شوي يعني، إن شاء الله منيح.